Today I will speak about psychiatric disorder and psychotropic medication in MS. First, I give a brief idea about multiple sclerosis. Multiple sclerosis, also known as disseminated sclerosis, it is an inflammatory disease in which the insulating cover of nerve cells in the brain and spinal cord are damaged. This damage disrupts the ability of parts of the nervous system to communicate, result in wide range of signs and symptoms, maybe physical or psychiatric problems. As regards the epidemiology of MS, multiple sclerosis is the most common disabling neurological disease of young adults. It is common in age between 20 to 50. WHO reported that about 60% of MS patients will no longer have full ambulatory function after 20 years. It affects approximately 85,000 of people in UK. We must speak about the epidemiology of MS here in Kuwait. The epidemiology of multiple sclerosis is undergo dramatic change in Kuwait. That the incidence and the prevalence show markedly increase. Total incidence rate will increase from 1 per 100,000 of the population in 1993 to 2.62 per 100,000 in 2000. Okay. As regards the type of MS, MS usually present in two types. Relapsing remittic type is the most common type, about 85% of the patient, in the form of isolated episode. And in between the episodes, the symptoms may disappear completely. However, permanent neurological problem often occur, especially as the disease advanced. The another type is primary progressive type, less common, about 10 to 15% of the case, gradual worsening over time without period of recovery. A combination of both types may be seen in some patients started by relapsing remitting course, then it becomes progressive later on. And this is called secondary progressive type. What about the etiology of depression in MS? ويمكن احنا ذكرناه هنا او هنذكره عشان مهم معايا في التريتمنت. اوكي؟ Depression may be reactive، شيء طبيعي، واحد عنده chronic illness، يعني شيء طبيعي ان هيبقى وخاصة بيجي في اليونج ايج زي ما قلنا، فبالتالي common جدا ان البيشنت تو بي depressed. طيب هل معناته ان كل ال MS who are more severely disabled are not necessary to be depressed؟ مش معناته قوي ان واحد ان كل الناس اللي عندهم disability ان يجي لهم depression، اوكي؟ ده بيتوقف طبعا على الريزيلينس، اكيد كلنا عارفين الكوبينج والريزيلينس واللي هو ديفرنت فروم وان انديفيديوال تو انذر، بيفرق من واحد للتاني، فبالتالي في ناس ممكن يجي لها ديبرشن، في ناس كان كوب وذ ايلنس وتعدي من حكايه الديبرشن. السايت اوف ذا ليجن زي ما انتم عارفين ان الام اس بيعمل اريا اوف ديمايلينيشن في ديفرنت سايت اوف ذا برين، لو افكتد الاريا فور ايموشنال اكسبريشن ميلي تمبرال لوب ممكن يبقى بريزنتنج باي ديبرشن. اوكي؟ احيانا بيعتبروا الدبريشن بارت اوف تشينج ان ذا اميون سيستم، معروف الام اس فينا احدى النظريات بتقول ان هو اوتو اميون ديزيز، يعني في تشينج في الاميون سيستم، واحنا عارفين برضو ان الدبريشن ليه جزء اميونولوجيكال بيز، تمام؟ فبنفترض ان التشينج في الاميون سيستم هي اللي تسببت في الدبريشن. نيجي لاهم بوينت في الموضوع وهو السايد افكت اوف ميديكيشن. عينين ام اس بيتعالجوا بايه؟ بيتعالجوا مينلي بالكورتيكوسترويد، تمام؟ طيب الكورتيكوسترويد دي بتعمل ديبريشن؟ يس بتعمل ديبريشن. الابيديميولوجيكال ستادي سجستد ذات ذا انستنس اوف نيوروسايكاتريك سايد افكت اوف كورتيكوسترويد 5 to 8%، 5 ل 8% من العينين اللي بياخدوا كورتيزون يجي لهم سايكاتريك مانيفستيشن، تمام؟ الكومن هي نيجي مينيا اكتر من الديبريشن كسايد افكت، بس ما يمنعش ان الديبريشن فيري كومن. خلوا بالكم في حالات الكورتيكوسترويد مفيش علاقه قوي بالبريفيوس سايكاتريك هيستوري، يعني مش معنى ان العيان لازم يكون عنده بريفيوس سايكاتريك هيستوري عشان يجي له سايكاتريك مانيفستيشن لما ياخد الكورتيكوسترويد. ممكن عيان طول عمره فري واول ما ياخد الكورتيكوسترويد يجي له سايكاتريك مانيفستيشن، تمام؟ الديبريسيف سيمتوم في نقطه ثانيه برضو مهمه، ان الديبريسيف سيمتوم ريزلت فروم كورتيكوسترويد
often lasted for a long time. يعني ممكن انت تروح وتبتدي تقلل الدوز بتاع الكورتيكوسترويد ويتني عنده الديبريسيف سيمتوم for a long time. اوكي، فلازم ناخدها في الاعتبار. حته الميديكيشن دي بتلفت نظرنا ان الواحد لما يروح برضه يشوف كيس ام اس تمام ومعاه ديبريسيف سيمتوم لازم لوك فور ميديكيشن، لازم تبص للميديكيشن لان هي ممكن تكون ريسبونسبل فور ذا ايتيولوجي اوف ديبريشن. طيب also these patients treated by interferon B او بيتا انترفيرون. الكلام في مونزلي جايد لاين مختلف شويه على الانترفيرون. في دراسات بتقول ان some evidence that the interferon medication may trigger or worsen depression in susceptible individual، بتقول انه بيسوق الدبريشن. والاثر بيقول no evidence ان الدبريشن more common او more frequent in people treated with interferon. ففي اختلاف شويه، الرول اوف انترفيرون از نوت كلير. بعضهم بيقول انه فعلا بيعمل ديبريسيف والاثر بيقول ما بيعملش. طيب نيجي بقى للجايد لاين، نعالج ازاي ديبريشن في الام اس. مونزلي جايد لاين اول حاجه قالتها لازم نعمل بري تريتمنت اسيسمنت اوف ديبريشن، لازم نقيم المريض. التقييم بيكون على مستوى كلينيكال وعلى مستوى السايكومتري ان احنا نعمل له سكيلز. اوكي، في سكيل كتيره طبعا احنا عارفينها كلها للديبريشن زي البيك انفنتوري وزي الهاملتون، بس مونزلي جايد لاين اقترحت ان احنا لما نيجي نستخدم سكيل نستخدم سكيل بتركز على الديبريسيف سيمتوم اكتر من السوماتيك سيمتوم، لان زي ما انتم عارفين ان العيانين دول عندهم سوماتيك مانفيستيشن. تمام، لو انا طبقت سكيل زي الهاملتون هنلاقي ادينا فولس هاي سكور، هيدي نسبه عاليه لان معظم الكوتشينير مركزه على السوماتيك اكتر من السايكولوجيكال. فاقترحوا ان ممكن في حاجه اسمها نيوروسايكاتريك انفنتوري ديسفوريك سكيل، وده بيركز قوي على المود سيمتوم زي الديبريسد مود وزي الانهيدونيا والهوبلسنس والهيلبلسنس وخلاف. تمام، طيب الجايد لاين بتقول برضو لو بيشنت ويز باست هيستوري اوف ديبريسيف ديس اوردر ويل ريسيف انترفيرون، لازم ندي بروفلاكتيك انتي ديبريسنت شود بي يوز. يعني عيان معاه ديبريسيف ديس اوردر تمام عنده باست هيستوري اوف ديبريسيف ديس اوردر، ايفن لو كارنتلي ما عندوش ديبريشن وانت هتدي انترفيرون، لا لازم تبتدي ان انت تدي له انتي ديبريسنت كنوع من البروفلاكتيك. بي كوشن ويز بيشنت ويز باست هيستوري اوف مينيا، طبعا خلي بالك هتدي انتي ديبريسنت في عيان عنده باست هيستوري اوف مينيا ممكن ببساطه جدا العيان يحصل له شيفت لمانيك ابيسود. طيب از ريجارد تريتمنت المايلد ديبريشن تريتد اونلي باي سي بي تي اند سبورتيف ثيرابي، قال لك لو رحت شفت عيان وعنده مايلد ديبريسيف سيمتوم كفايه عليه قوي سي بي تي وسبورتيف ثيرابي. المودريت والسيفير ديبريشن ليتس ستارت باي اس اس ار اي، بنبتدي او بيفضلوا في الجايد لاين ان احنا ندي الاس اس ار اي على اساس انها مور توليريتد اند بناين سايد افكت، متعودين عليها والسايد افكت بيبقى مور توليريتد في العيانين دول. ولكن ستارت باي هابل ذا دوز، ابتدي بنص الجرعه تمام اند تريتد جرادولي، وزود بالتدريج بيكوز ريديوس اوف توليرابيلتي اوف ذا سايد افكت ان ذيس بيشنت. انت بتتعامل مع بيشنت عنده مالتيبل فيزيكال انس، حاجات على مستوى البلادر، حاجات على مستوى الماسل سبازم وخلافه، فدايما ستارت باي سمول دوز اند انكريز جرادولي. اف ذير ار اسوشيتد بين كونسيدر يوزنج اوف اس ان ار اي، لو كان العيان معاه بين ادي اس ان ار اي زي الدولوكستين والفلافاكسين. تمام، زمان in the past using of tricyclic is very common in this was pain but less tolerable. يعني كان زمان يعالجوا البين مع الدبريشن في الام اس بان هم يدوا tricyclic، ولكن طبعا زي ما انتم عارفين ان tricyclic لها مشاكل كتير، حاجات كارديك وحاجات على مستوى الانتيكولينرجيك سايد افكت. limited data about the use of MAO الميكلوبامايد if no response to SSRI، في كلام محدود ان بيقول لو ما فيش ريسبونس تو ذا اس اس ار اي ممكن تجرب الاس ان ار اي، بس خلي بالك طبعا زي ما احنا عارفين كلنا السيرتونرجيك سندروم وان لازم على الاقل 2 ويكس ما بين الاس اس والاس ان. اوكي، نو ببلش ترايل اباوت ذا يوز اوف دولوكستين والفيلافاكسين والمارتازيبين از ذا فيرست لاين باز ذي ار وايدلي يوزد، يعني مفيش كلام بيرشح قوي استخدامهم مجموعه الاس ان كفيرست لاين اوف تريتمنت، مع ذلك ان في بعض الناس ستيل يوز الاس ان. طيب لو تلاحظوا من شويه لو انا بقول ان العينين الدبريشن في الام اس بيكون عندهم سوسايدال ايديشن وان الريت اوف سوسايد از فيري هاي، يبقى اكيد هفكر ادي اس تي. تمام، طيب الاس تي في الام اس عليها برضو كونتراديكتوري. Some suggest that it may be trigger exacerbation of MS whatever it appears to be 20% risk of triggering or relapse of MS، ممكن تعمل relapse في 20% من الحالات.
تمام. فبيقول لو هتدي اي سي تي في عيان ام اس لازم الجايد لاين بتاعتك تكون الام ار اي، تعمل ام ار اي للعيان وتشوف الاكتيف برين ليجن، عنده اكتيف برين ليجن ابعد عن الاي سي تي، هتعمل له ريلابس تمام واكسربيشن اوف سيمتوم. ما عندوش اكتيف برين ليجن ممكن ندي اي سي تي. اوكي امتى ديبريسيف سيمتوم از ريزلت فروم سايد افكت اوف ميديكيشن، زي ما احنا قايلين انه ممكن يكون سببها كورتيكوسترويد اللي بياخده العيان او الاميونو سبريس. في الحاله دي ببتدي ان انا اعمل جرادوال تابرنج اوف ذا كورتيكوسترويد تو ذا مينيمم افكتيف دوز، بتعامل او بعمل كوميونيكيشن مع الميديكال دكتور وبقول له حاول تقلل الدوز بتاعه الكورتيكوسترويد لاقل افكتيف دوز تمام، وابتدي ليتس ستارت الانتي ديبريسيف. Psychotherapy is recommended in combination with pharmacotherapy في moderate to severe depression such as CBT و supportive، وفي كمان كلام على mindfulness. As regard anxiety في MS برضو نسبتها مش قليلة، حوالي 35-37%. Most common type of anxiety will be seen، ممكن نشوف generalized anxiety، ممكن نشوف panic، ممكن OCD، ممكن social anxiety. دايما الانكسايتي في الام اس بتبقى لاما بارت من الدبريشن، يعني جزء من الدبريشن، زي ما انتم عارفين ان في كوموربيديتي عاليه ما بين الانكسايتي والدبريشن، وليها علاقه جامده جدا بالسوسايد. وجود انكسايتي في عين الام اس اسال برضو على السوسايدال ايديشن تمام. ممكن تكون جزء من السبستانس ميوزد، ممكن تكون نتيجه للفاتيجابيلتي والبين والسليب ديستربنس في العينين دول. طيب ايه الجايد لاين في تريتمنت اوف انكسايتي في الام اس؟ اول حاجه صراحه in general there is no difference between treatment of anxiety in MS and anxiety in general population، مفيش اختلافات قوي ان انا اعالج عيان anxiety وهو عيان MS او عيان free. اوكي برضو let's start by SSRI can be used in spite of there is no published trial for treatment of anxiety في MS. هنبتدي بال SSRI ونبتدي ب half of the dose recommended for depression، نص الجرعه المطلوبه للdepression تمام، وابتدي انكريز جرادوال. اف نو ريسبونس للاس اس ار اي بنستخدم الاس ان ار اي زي الفيلفاكسين تمام. دور البنزوز عادي زي دور البنزو في اي نوع من الانكزايتي، دايما بنديه في الاكيوت والسيفير كيس، وبنديه فور شورت ديوريشن اباوت نوت مور ذان 4 ويكس. الجايد لاين بتقول النايس ريكومندد ان البنزودايزيبين شوت نوت بي يوزد ان بانيك. الكلام الجديد بيقولوا انه ما يفضلش، احنا طبعا زي ما احنا عارفين لما في البانيك ممكن ندي البنزو عقبال ما الاس اس ار اي تشتغل، دلوقتي بيقول لك لا مفيش داعي تستخدم البنزودايزيبين في البانيك تمام. البريجابالين اولسو كان بي يوز، طبعا احنا عارفين ان كلها بتستخدم في جراز انكزايتي، ممكن تستخدمها في عينين الام اس. البيتا بلوكر لو في بالبيتيشن والسيمتوم بتاعت البانيك اتاك. السي بي تي برضو دورها ممكن الون في المايلد انكزايتي او ان كومباينيشن ويز ميديكيشن في المودريت والسيفير. The severe psychiatric presentation في عينين MS هي cognitive impairment، نسبته عالية yes حوالي 40-65% of patients with MS suffering from cognitive impairment. Most common with progressive form أكتر من relapsing remitting. الحالة البروجريسيف زي ما احنا قلنا two types في الأول بيبقى معاها cognitive impairment أكتر من relapsing remitting. بيفرق شويه عن الدبريشن، زي ما انتوا يعني شفتوا من شويه احنا قلنا ان دايما الدبريسيف سيمتوم بتبقى مرتبطه مع الديزيز سيفيرتي. هنا في الكوجنيتيف امبيرمنت بتلاقي ان عيان ما عندوش ديسابيلتي او هاز ليتل ديسابيلتي وممكن يبقى عنده سام ديجري اوف كوجنيتيف امبيرمنت، يعني ملوش اي علاقه بالديسابيلتي تمام. في سيرتن فانكشن اوف برين ويل بي افكتد زي شورت تيرم ميموري والاتنشن وخلافه. الديمنشيا از رير في عينين ام اس ونسبتها حوالي 3% ودايما بتظهر في الليت ستيج اوف ذا المس. الكوجنيتيف امبيرمنت في الام اس ممكن برضو كجزء من البروسيس بتاعت الام اس نفسها، زي ما قلنا ان في بيرمننت ستراكشر اوف ذا برين تيشو، ممكن تكون سايد افكت اوف ميديكيشن يوزد ان ام اس. عشان كده بناكد تاني نبص على الميديكيشن لما نشوف عيان الام اس والسايكاتريك مانيفستيشن. لايك مثلا عينين دول بياخدوا مصر ريلاكسان زي ديزانيدين او دايزابام، البنزو ايفن لو اتاخد من عينين دول احيانا بيبقى في مصر اسباز بيتاخد مصر ريلاكسان، دول ليهم سايكاتريك مانيفستيشن. احيانا الكوجنيتيف امبيرمنت بيكون جزء من الدبريشن، زي ما احنا عارفين برضو الدبريشن بيبقى معاه زي سودو دمنشيا، ممكن جزء من الفاتيجابيلتي او جزء من الهيت انتولرابيلتي. عينين ام اس بيتاثروا بالويزر شويه، احيانا بيحصل كول
او الهاي تمبريتشر بنلاحظ اللي بيحصل لهم اكسربيشن اوف سيمتوم، بس ده ما يعتبرش اكشوال ريلابس، مجرد بس ان الاعراض بتزيد مع تغيرات المناخ. ومن ضمن الاعراض اللي بتزيد هي كوجنيتيف فانكشن. نعالج ازاي او الجايد لاين بتقول ايه في حالات الكوجنيتيف امبيرمنت؟ consider the use of anticholinesterase زي الدونابيزيل early in this group of patient. قال الناس اللي عندها mild or moderate ممكن تستخدم anticholinesterase. Also data support the use of memantine are weak. النمض انتاجونز زي الميمانتين يعني مفيش داتا او بتعمل لها support في استخدامها في العينين دول. طبعا بنعالج ال underlying condition لو كان ال cognitive impairment جزء من الفاتيج جزء من sleep disturbance لازم must be treated. خلوا بالكم ما ينفعش قوي اقعد اعالج في الكوجنيشن وما اعالجش المين كوز، ما اعالجش الام اس نفسه، فلازم بيمشوا بارل زي ما بدي العلاج للكوجنيتيف فانكشن الانتيكوليستريز لازم بدي الاميونو سبريسيف وبدي الانتي فيلماتوري. اوكي طيب الفورس بريزنتيشن او سايكاتريك مانيفيستيشن از فاتيك. فاتيك از سنس اوف تايردنس نوت ريليفد باي ريلاكسيشن. تمام، نسبة الفاتيك حوالي 80% of this population suffering from fatigue. 80% من عينين MS عندهم فاتيك. ممكن يكون primary جزء من ال disturbance في neuronal network and nerve damage، وممكن يكون secondary الفاتيك جزء من ال depressive symptom أو نتيجة sleep disturbance and or even side effect of medication. إزاي نعالج الفاتيك في عينين MS؟ في حاجات non-pharmacological وفي حاجات pharmacological. الحاجات النون فارماكولوجيكال الحاجات العادية بتاعتنا كلها الريلاكسيشن تكنيك والستريس مانجمنت والسي بي تي. الجزء الفارماكولوجيكال النايس جايد لاينز سجست نو ميديكيشن شود بي يوز روتينلي، يعني ما تمشيش العين على طول على تريتمنت للفاتيك. تمام، وفي كذا يعني كذا دراج مقترح زي الامانتادين ليه سمول بنفيت. تمام، الميدافينيل اللي احنا بنستخدمه في حالات الناركوليبسي في كونفليكتنج داتا عليه، بعضهم بيقول انه بيحسن الفاتيك في الام اس والاذر ريزلت بتقول ان هو ما بيحسنش. في كمان البومولين ده ستيمولانت دوبامينرجيك افكت بس بنخاف من ليفر توكسيستي، والاسبرين برضو بيجيب افكت بيتر ذان ذا بلاسيبو. As regards the pathological lover and the crying بنلاقي ان عينين دول بيعانوا من mood lability او instability وبنسميه السودو بالبر افكت. تمام، بتحصل في 10% of these individual ودايما more common مع ال advanced case وللناس اللي معاهم cognitive impairment. كانوا بيسموه زمان traditionally disconnection syndrome لان بيقولوا ان البرين ستيم حصل له loss of inhibition على ال center of loving and crying. تمام، نفس الكونديشن دي موجودين في عيانين الستروك. تمام، تلاقي ان في التشنج رابيد تشنج ان ذا مود، فبالتالي لقوا العيانين دول بيتحسنوا قوي على الاس اس ار اي والاميتريبتالين، فقالوا المانع ان نفس التريتمنت يتاخد لعينين الام اس. اوكي، از ريجارد مانيا، هل المانيا كومن ان ام اس؟ يس اتس فيري كومن. الانستنس اوف باي بولر ديس اوردر كان بي هاي 13% ان ام اس بوبيليشن كومبيرد تو 1% ان جنرال بوبيليشن، يعني في زياده 13 تايم هاير ذان از اكسبكتد. اوكي، مهم برضو نقول تاني ان الباي بولر مي بي انيشال سيمتوم اوف ام اس بريسيدنج اذر نيورولوجيكال سيمتوم. ممكن عيان تبقى الفيرست بريزنتيشن مانيك ايبيسود قبل ما يظهر عليه اي نيورولوجيكال سيمتوم. Alternatively لان لقوا في جينيتك او شير جينيتك بريديسبوزيشن ما بين البايبولر والام اس. الموست كومن كوز اوف مانيا زي ما احنا عارفين برضو ممكن الميديكيشن زي الاسترويد والماسل ريلاكسان بيكلوفين. تمام، ممكن تكون اورجانيك تشينج في البرين اللي بيبان بالام ار اي سبيشالي في السب كورتيكال اريا. نعالج ازاي البايبولر في الام اس؟ guideline بتقول use of sodium valproate is more tolerated than lithium. استخدم الديباكين احسن من الليثيوم على اساس ان الليثيوم زي ما انتم عارفين بيعمل inappropriate secretion للاندريتيك هرمون وبيعمل dialysis، والعينين دول اصلا عندهم bladder dysfunction فمش مفضل قوي ان احنا نستخدم الليثيوم، بيتر ان احنا نستخدم الصوديوم valproate. لو المينيا معاها سايكوتيك فيتشر تريتد باي لو دوز اوف اتيبيكال انسايكوتيك، ادي جرعه صغيره من الاتيبيكال انسايكوتيك سواء اولانزابين ريسبريدون زبرازيدون، مش مرشح الجايد لاين مش قايله حاجه عن حاجه اي حاجه منهم. في حاله سترويد انديوس مينيا بيحصل لهم جود ريسبونس على الاولانزابين واولسو على الريسبريدون، بتحسنوا قوي على الاولانزابين وعلى الريسبريدون.
سايكوزس، وده اللاست كلينيكال برزنتيشن او سايكاتريك برزنتيشن في ام اس، هو ليس كومن في حالات الام اس. فيو ستادي ان ذيس اريا، البريفالنس بتاعه 1.1. بيظهر دايما في صوره بريف سايكوتيك ايبيسود اكتر من الفول بيكتشر اوف سكيزوفرينيا. الموست كومن سيمتوم بيرسكيوتوري ديلوجن، هالوسينيشن، لاك اوف انسايت. الكوز اوف سايكوزس ممكن برضه ريجنال ديمالينيشن، وخاصه لو خدت التمبرال اريا والبريفنتريكولار وايت ماتر، ممكن يكون بسبب الكورتيكوسترويد، ولكن علاقه الكورتيكوسترويد بالسايكوزس نوت كلير تيل ناو. اوكي طيب، العلاج الجايد لاين اكيد الاتيبيكال هتبقى بيتر ذان تيبيكال، لان افويد الاكسترا بيراميدال سايد افكت. اوكي مينلي ريسبريدال، كلوزابين، اولانزا، كوايتابين، مفيش حاجه اعلى من حاجه، كله ممكن نستخدمه. السايكوزس sometimes represent relapse in MS، احيانا بيمثل الريلابس في الام اس. تمام، في الحاله دي لو انت اديت انسايكوتيك بس العلاج مش هتحسن، لازم تعالج الام اس زي ما قلنا parallel to علاج السايكوز، يعني انسايكوتيك مع علاج الام اس. ف in this case the antipsychotic alone is not enough and we must add steroid but under close supervision. تمام، علاج السايكوزس في الام اس زي ما قلنا لو كان السبب كورتيكوسترويد عامه ببتدي اقلل زي الدبريشن بالظبط، بقلل الدوز بتاع كورتيكوسترويد تو ذا مينيمم افكتيف دوز، وابتدي بعد كده لو ما اتحسنش اضطر ابتدي في الاتيبيكال انسايكوتيك. Conclusion: psychiatric disorder is very common in MS, mainly depression, cognitive impairment, and fatigue. Both the disease process and treatment of MS can affect the mental state of patient, producing variety of symptoms. وجود psychiatric comorbidity is associated with lower quality of life, more fatigue, reduced adherence to disease-modifying therapy in MS. Severe depression may be life-threatening condition because it may be include suicidal feeling. Finally, people with MS should be regularly screened for depression and other psychiatric symptoms, and those found to be depressed should be treated quickly. Thank you.